أظهرت الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أنه حتى الساعة 7 صباح يوم الثلاثاء بتوقيت بكين وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في أنحاء العالم 8,860,331 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 465,740 حالة. وبحسب الإحصاءات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وهي إحصاءات مختلفة قليلا، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم 9,057,555 حالة حتى الساعة 7 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت بكين. وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 470,665 حالة. كما أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 2,306,247 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 120,351 حالة وفاة.